لكرة القدم المهندس إيهاب لهيطة مدير عام المنتخب. المدير الفني مستر فانتا مدرب عام المنتخب. كابتن محمود فايز مدرب مساعد المنتخب. كابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى المنتخب. كابتن أسامة نبيه مدرب المنتخب. مستر أنتوني مدرب الأحمال. ولا يمكن لمصر أن تنتصر إن كانت تملك جهازا فقط ولا تملك لاعبين، أو تملك لاعبين فقط ولا تملك جهازا. وبعد تكريم الجهاز الفني للمنتخب يبقى الدور على حراس وصناع انتصارات هذا المنتخب، لاعبو النادي الأهلي الذين شاركوا في كل تصفيات المونديال بفانيلة منتخب مصر وباسم مصر، وعلى رأسهم كابتن شريف إكرام.
المبتسم دائما والمنتصر دائما كابتن احمد فتحي. الذي يجيد الرقص والغناء تماما مثل اجابتي لكره القدم الكابتن سعد سمير. دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن رامي ربيع. والنجم الكبير الذي لا بد ان يواصل تألقه كابتن صالح جمعه. ساحر الكرة المصرية كابتن مؤمن زكريا. والنجم الذي سيعود لأن مصر والأهلي يحتاجان إلى أن يعود كابتن مروان محسن. واستاذن النجم النادي الاهلي ونجم مصر الكبير جدا كابتن عماد متف انه ياتي يتسلم جائزه صانع المهاره وصانع الفرحه كابتن عبد الله السعيد المصري. اللاعب الذي تصدقه دائما موهبته كابتن وليد سليمان. واللاعب الذي يحمل الامل غدا للنادي الاهلي وايضا لمنتخب مصر كابتن احمد الشيخ. وأيضا أحد أصحاب الأحلام القادمة كابتن أيمن أشرف.
اللاعب المسكون بالموهبة كابتن أحمد حمود. ومدافع القلب الصعب سواء للأهلي أو لنصر كابتن محمد نجيب. اللاعب الذي يمكن الاعتماد عليه دائما كابتن صبري رحيم. ونصف الختام اللاعب الذي يهرب من الأضواء مهما طاردته، اللاعب الذي يعطي كل شيء دون أن يسأل أو يفتش عن أي أضواء، اللاعب الذي ينتصر دون أي سخط أو تغيير، اللاعب الذي أحب الأهلي وأحب مصر فأحبه جمهور الأهلي وأحبه كل المصريين كابتن حسام عاشور. أستاذ كابتن حسام البدري، أنا أصعد إلى المنطقة.